السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد اللطيف سعيد من مديرية كريزنت في شرح تاني معانا بإذن الله في شرح جديد، وإن شاء الله النهاردة موضوعنا هيكون لشرح فوتوشوب. إحنا نزلناه قبل كده لكن للأسف القناة القديمة بتاعتنا على اليوتيوب اتقفلت، فبنعيد تسجيل وشرح ورفع الفيديو مرة تانية. فأتمنى حضراتكم إن أنتم تشتركوا على قناتنا الجديدة قناة كريزنت على اليوتيوب. هتفتح هنا أهو، يفتح معاك قناتنا على اليوتيوب، هتروح معلش بس النت عندي تقيل شوية عشان برفع فيديو. بعد ما يظهر قناتنا على اليوتيوب هتروح داير سبسكرايب او اشترك عشان نرجع للعدد القديم مره تانية. احنا كنا 8000 مشترك لكن للاسف قناتنا القديمه على اليوتيوب اتقفلت، فعايزين نرجع للعدد القديم مره تانية، واكون مشكور لكم جدا. النهارده موضوعنا هيكون لطريقه مسح البذور او مسح حب الشباب اللي بتبقى على الوجه باستخدام الفوتوشوب. انا عارف يعني ممكن يكون الصوره مقرفه شويه، لكن هو ده شرح عموما، والناس اللي عايزه تشتغل في فيديوهات في استوديوهات، او معنى اصح الناس اللي عايزه تشتغل على فوتوشوب، الموضوع ده مهم جدا بالنسبه للناس اللي عايزه تشتغل على الفوتوشوب. طيب نتوجه دلوقتي لبرنامج الفوتوشوب، اي اصدار عموما مش فارقه، اي اصدار فوتوشوب طبعا هيكون عندنا صوره بالشكل ده. تمام، احنا المطلوب دلوقتي ان احنا عايزين نمسح البذور دي كلها. طيب هنا اول حاجه، انت عشان تمسح البذور دي تمام هيبقى عندنا بالشكل ده عموما زي ما حضراتكم شايفين، هيبقى عندنا بالشكل ده. طيب انا عايز دلوقتي امسح البذور، هنقص مثلا الصورة اللي احنا عايزينها كمثال يعني الصورة دي. تمام، برضو عشان انا ايه اعيد شرحي في ليها يعني، او اعيد شرحها على صورة تانية على اساس ان انا مش لاقي الصور كلها دلوقتي على جوجل ايه معمولة بحقوق الملكية، هي دي الوحيدة اللي ملهاش حقوق ملكية. على العموم يعني ادينا دلوقتي ايه هنمسح البذور بتاعتها. عندك هنا في القائمة الجانبية تمام، عندك هنا قائمة الأدوات اللي أنت عايزها، والأدوات كلها اللي أنت محتاجها زي إيه، زي الفرش، زي الختم ده، الختام اللي هو بيعمل إعادة طبع أو بيعمل إعادة تأهيل للصورة بمعنى أوضح يعني في الألوان المحددة، أو بيخلي حاجة شبه حاجة. وطبعا عندك الأداة دي وعندك الأداة دي، إحنا هنستخدم التلات أدوات دول النهاردة، اللي هي الأداة بتاعة الختم دي تمام، والأداة دي والأداة دي. ليه؟ لان هما دول اللي بمعنى اصح هما اللي بيمسحوا البذور الخاصة بالوجه. طيب لو انت هنا جيت عندك ولقيت كلمة قفل، او هنا عندك مثلا يعني محطوط علامة قفل، هتفتح القفل هتدوس عليه دبل كليك عشان يفتح معاك تمام، وبالشكل ده وتقدر تعدل عليه. نتجه للخطوة التانية واللي هو الختم دي. تمام، عندك الختم ده ليه طبعا ليه درجات كتير، بس انا نفترض يعني ان انت ما تعرفش عن ايه ختم ده. اولا ان انت دوست كليك يمين يفتح معاك القائمه دي. القائمه دي بيقولك على الفرش ان انت ممكن تقدر تستخدمها في الختم على اساس ان انت تقدر تطلع عن نفس او تقدر تخفي العيوب معنى اوضح. طيب هنا عندك انت تقدر مثلا تستخدم اللي احنا نستخدم اول واحده او تاني واحده دي، انه يفضل ان انت تستخدم تالت واحده. هنا بيقولك اللي هو التبيين بتاع، عموما احنا مش عايزين تبيين، نخليها زي ما هي اوتوماتيك زيرو. طيب نيجي بقى لدي، دي لو بيكبر وبيصغر زي ما انت عايز تمام. فانا نفترض يعني نخليه يعني مش احنا مش هنكبره او نخليه يجيب كل طول الشاشة، ولا هنصغره او نخليه صغير قوي، احنا نخليه وسط على قد حجم، على قد حجم الصورة اللي قدامنا، على قد حجم الوش اللي قدامنا، فاهمين قصدي؟ عشان برضو ما ايه مت الامور مت ما تبقاش غلط معاك يعني. طيب نتوجه للحاجه التانية دلوقتي، انت اخترت المقاس بتاع الصوره تمام، انت دلوقتي عايز تاخد يعني عايز تخفي العيوب دي. لو انت لاحظت ان انت جيت على حته سليمه كمثال، الحته السليمه في القوره دي، لو انت جيت عليها ودوست الت او زرار الت في الكيبورد، هتلاقي حاجة شبه معاك كده زي القناصة، أو لو معنى أصح اللي هو التحديد أو التركيز. أنت تركز على الحتة دي، تروح جايب الماوس عليها، تروح دايس، تروح جاي على الحتة اللي بعد كده اللي أنت عايز إيه تخفي عيوبها. كمثال الحتة دي أهو، أديها راحت، برضو نفس الخطوة تاني هندوس ألت، وبعد كده نروح حاطين الإيه نخفي العيوب، برضو ندوس ألت ونخفي العيوب، ندوس ألت ونخفي العيوب، ألت ونخفي العيوب، ألت ونخفي العيوب. ادينا دلوقتي مشينا حتة صغيرة، برضو هندوس الت تمام لحد ما يبقى عندنا بشكل قناصة تمام، و زي ما يكون عندنا بشكل قناصة دي، وهنختار المكان اللي احنا عايزينه اهو. بس طبعا هتدوس على اساس ان انت ايه تاخد من الالوان او تاخد من اللون او تدرج الالوان بتاع الوجه، الوش بتاع الوش اللي انت عايز ايه تخفي العيوب من عليه اهو. تمام ادينا دلوقتي اهو اهو تمام، برضه هتفضل ماشي نفس النظام اهو زي ما حضراتكم شايفين.
لو حضراتكم تلاحظوا هتلاقوا ان العيوب اختفت، يعني اللي في الاورا لنفترض انها اختفت، تمام؟ بس عفوا معلش، لنفترض انها اختفت دلوقتي اللي في الاورا اهو، اللي في الاورا اختفت، اللي في الوش برضو نفس النظام، هتدوس هتيجي على الختامة وتدوس الت وتختار لحد ما تقدر تخفي العيوب كلها، تمام؟ اظن الشرح بسيط حتى الان، ما فيهوش اي شيء صعب اهو. هنختار اهو اهو، الشرح حتى الان بسيط، يعني مش صعب نهائي ولا في اي حاجة صعبة. نرجع بس معلش الحتة دي، تمام. ادينا دلوقتي برضو نفس النظام، انت هتجرب على الجنب وتعمل انت على الجنب كده، يعني الناحية دي، تمام. انا حبيت بس انا اوريكم عشان ما اطولش في الفيديو اكتر من كده يعني، تمام. هتلاقي انت عندك دلوقتي، احنا زي ما احنا عملنا قفلنا القورة كلها وشلنا الحبوب كلها. طيب نيجي بعد كده للخطوة التانية اللي هي الايه، اللي هي النقطة دي او البتاع دي. دي وظيفتها ايه؟ دي وظيفتها انها بتسيح الالوان مع بعض. يعني كمثال، لو انا باين ان انا واخد حتة عشان اداري حتة، او بعمل رقعة من حتة لحتة، الاداة دي وظيفتها انها بتسيح الالوان على بعض عشان ما يبانش للناس ان انت فعلا واخد او معدل عليها. كمثال برضه هنختار الفلتر التالت لان هو افضل شيء، تمام. وهنبتدي ان احنا نزغل المنطقة. طبعا انت مش هتلاحظ، لكن بعد التعديل النهائي هتلاقي كده ان الصورة بقى فيها زغللة بسيطة بسيطة شوية. يعني ليه؟ لانه بيسيح الالوان على بعض، فاهم قصدي؟ هو بيسيح، وظيفته انه بيسيح الالوان على بعض، تمام. اهو لو حضرتك تلاحظ اهو، هتلاقي ان هو بيسيح الالوان على بعض وبيسيح الحاجات كلها على بعض، على اساس ما يبانش ان انت فعلا شغال مثلا، او بمعنى اصح مدرع عيوب وشك. الاداة التالتة اللي هي شبه المصاصة دي وظيفتها انها بتبيض الوش، أو مش بتبيض، يعني معنى اصح بتنقي، او بت بت بتعلي درجة بت يعني بتعلي الدرجات، فاهم قصدي؟ انت ممكن تستخدمه عادي لكن انا لا افضل. طيب عندك هنا حاجة، اداة اسمها اسبونجا، هي دي الافضل، بس انت برضه دي هيكون ليها استخدام تاني برضه، فاهم قصدي؟ ان ايه، ان انت مش هتقدر تستخدمها، وانا مش هقدر اشرحها دلوقتي لان الفيديو هيكون طويل جدا، اكتر من 20 دقيقة لو انا شرحت الاداة دي كلها على الوش. فهننتظر ان شاء الله في شرح تاني، لكن انا زي ما وريت لحضراتكم اهو، يعني بالاداة اللي هي الاداة دي، والاداة اللي هي دي اللي هي الاداة الختم دي، والاداة بتاعة القطر دي، او الحاجة اللي هي شبه نقطة المية دي، بتقدر انت تعمل الوجه، او يعني تشير البذور بتاعة الوجه، وزي ما يكون عندك بالشكل النهائي اللي هو الشكل ده، هيكون عندك بالشكل النهائي اهو، تمام. بعد قبل التعديل بعد اللي هو قبل التعديل بعد التعديل قبل التعديل بعد التعديل. ده كان شرحنا النهارده، ربكم الموضوع عجبكم، انتظرونا باذن الله في موضوع جديد مع لطيف سعيد من مدونه كليزنت. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، بجانب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشترك لقناتنا الجديده على اليوتيوب قناه كليزنت. واكون مشكور ليكم جدا، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.